معانا على الهاتف نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا كابتن احمد كشري. مساء الخير يا كابتن احمد. حبيبي يا محمد، حبيبي، اهلا بيك بنورك وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار يا كابتن احمد. يا رب يخليك ودايما منورين، ومعاك احد نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد رجب، يعني ضيف مشرف قناه النادي الاهلي النهارده. تقول عنه ايه؟ احنا عارفينكم قريبين جدا من بعض على مستوى مشواركم في الملاعب كلاعبي كره قدم محترفين وعلى مستوى الصداقه والمستوى الانساني يا كابتن احمد. والله بص، انا هقول لك حاجه. انا في بدايه عملي انا التدريبي لما اشتغلت مدير فني باكثر من مكان، انا اهم حاجه عندي ان انا يكون معايا مدير مدرب عام ذو كفاءه، عنده خبرات، شخصيه كويسه، شخصيه مؤتمنه في الشغل، يكون فاهم، اكون باثق في ارائه لما يتكلم معايا. فكل الكلام ده يمكن ينطبق على كابتن احمد رجب. يمكن احنا اشتغلنا مع بعض تقريبا في كل الفرق اللي مسكتها في مصر. كابتن احمد رجب كان معايا في مصر التعدين وفي البلديه وفي التخسنه. لا يعني صراحه حقيقه، يعني كابتن احمد رجب من المدربين المحترمين جدا واللي عندهم فكر. يعني انا ساعات بقعد مع كابتن احمد رجب بيقول لي وجهه نظره، بلاقي وجهه نظره سليمه. كمان في تفاهم بيني وبينه كويس قوي في الشغل. اسلوبنا، السيستم بتاعنا، هو حافظ كل الشغل بتاعي. عشان كده انا يمكن بتمسك بالكابتن احمد رجب بوجوده معايا في اي جهاز، لانه هو فعلا اضافه ليا، اضافه لشغلي. فاهم، بيحب شغله، منظم جدا. يعني مش محتاج ان انا اقعد معاه كتير. النهارده بنجري نتكلم في شغل واقول له النهارده نشتغل شغل بدني كذا. كابتن احمد رجب اللي بينزل وبيشتغل، بيحط الشغل كله، بيشرف عليه مع المدربين المساعدين اللي معاه. وعلاقته طبعا باللعيبه علاقته كويسه. يمكن احمد رجب من الشخصيات المحترمه اللي اللعيبه بتحبه. فاحيانا انا كمدرب احيانا ابقى بعيد شويه عن اللعيبه لان بركز شغلي. احمد هو اللي يمكن بيلم الامور كلها مع اللعيبه، فالحمد لله بننجح. يعني احنا تيم ورك، يعني الحمد لله بفضل الله متفاهم جدا جدا. طيب كابتن احمد، هل نتوقع انه تجربتك الجايه ان شاء الله لما توافق في التعاقد مع النادي اللي هتتولى تدريبه باذن الله في الفتره الجايه، هل هيبقى متفق باذن الله على ان جزء من او الاختيار الاول ضمن الجهاز المعاون الكابتن كشري هو كابتن احمد رجب؟ كابتن احمد رجب عندي رقم واحد في اي جهاز، وانا يمكن رفضت نادي ونادي كبير بدون ذكر اسمه، لان في انديه جات لي او كلمتني ان انا اجي لوحدي كمدير فني بره مصر، وانديه كبيره وليها باع كبير في الخليج وفي الوطن العربي، وانا رفضت لان قلت لهم المدرب العام معايا ده اساس شغلي وهو اللي بينجحني. فطبعا الكابتن احمد رجب انا ما اقدرش استغنى عنه، لان انا زي ما قلت لك واحد فاهم الشغل كله، محترم، شخصيه قياديه، ملم بكل الشغل بتاعي، في تفاهم بيني وبينه، وده بيبقى اهم حاجه. انا شايف نجاح اي مدير فني الجهاز اللي معاه، خاصه ده بيقولوا دراعه اليمين اللي هو المدرب العام، ودي كل الصفات دي تنطبق على الكابتن احمد رجب. وكل الانديه يمكن عارفه ان انا لما بروح اي نادي كابتن احمد رجب معايا، خاصه لي اسم كبير، نجم كبير، لاعب منتخب مصر، لاعب النادي الاهلي، لاعب في الاسماعيلي، لاعب في انديه كبيره. فيعني اكيد هو اضافه لاي مكان انا بروحه، بالعكس بيعلي اسمي اكثر لما يكون معايا نجم كبير من النادي الاهلي بحجم الكابتن احمد رجب. كابتن كشري، هل بتميل بقى بشكل عام بعيدا عن اختيار الكابتن احمد او ثقتك في قدراته لفكره ان المدير الفني يبقى رايح اي نادي او تجربته في التعاقد مع اي نادي بيشكل من خلالها جهاز فني او قادم ومعاه جهاز فني متكامل هو اللي بيختاره افضل من تجربه ان نادي يتعاقد مع مدير فني وهم اللي يعينوا له جهاز معاون له؟ والله بص، انا هقول لك حاجه. للامانه انا قلت لك يمكن شويه ان في انديه جت كتيره وانديه اسمها كبير قوي، اي مدرب في مصر يتمنى ان هو يروح يدربها. انا رفضتها لان انا اتمسكت بالجهاز بتاعي الثاني. انا معايا جهاز متعاون متفاهم، فينا ميزه كويسه قوي ان احنا بنقفل على الشغل بتاعنا. كل حاجه في الفريق احنا بنبقى ملمين بيها، علاقتنا باللعيبه الحمد لله عندنا توازن في التعامل مع اللعيبه. فطبعا الجهاز بتاعي هو اهم حاجه، وانا الحمد لله معايا كابتن احمد رجب، يعني من الناس اللي طبعا يمكن لسه قايل معروف جدا، ومعايا ناس ثانيه يمكن كان اشتغل معايا شريف شعبان في نادي الترسانه مدير كوره، فرق معايا كتير قوي قوي بعلاقاته بينه الحاضر وعلاقته باللعيبه. معايا ناس اشتغلت كابتن عصام محمود بتاع اني مدرب الحراس، واشتغل معايا قبل كده احمد كابتن احمد صابر المقاولين، والكابتن اشرف عبد الرشيد النجم الكبير بتاع المنصوره والمحله. فلا الجهاز عندي اهم حاجه، يعني انا اختياري
لاي نادي، اي نادي عارف لما تيجي يتكلم مع احمد كوشري الجهاز رقم واحد، لان الناس دي بتعمل شغلها وبيطلع شغلنا الحمد لله في الفتره ده يعني متفاهم وبنركز في الحته التكتيكيه، يمكن هم بيركزوا معايا في الملعب اكتر وبديهم ساعات حجم شغلي في الملعب من خلالي طبعا، ده بيديني انا حريه شويه في ان انا افكر اكاتش يعني بمعنى صح. المدير الفني لازم دماغه تبقى متفرغه اكتر في قرايه المباراه اكتر من تفاصيل التدريبات، اكتر ما ينشغل بتفاصيل التدريب نفسه، لازم يشتغل على الكوتشنج اكتر، خطط وطريقه اللعب المناسبه لكل منافس وكل مباراه. كابتن احمد رجب هو يعتبر شغلي انا في الملعب. رجب بنيجي نقعد مع بعض انا والجهاز، النهارده عندنا شغلنا الاسبوع بتاعنا كله هنشتغل كذا، النهارده الحمل بتاعنا كذا كذا كذا، هو بينزل ينفذ الشغل كله وانا بيبقى شغلي كله الفني، بشتغل التخصص مع اللعيبه، ببقى عيني على اللعيبه اكثر من اللي فايق، من اللي حالته كويس، من اللعيب اللي يناسب المباراه دي، ببقى بتفرج على الفرق اللي بلعبها حتى على مستوى الدرجه الثانيه، بتفرج عليها ماتش واثنين وثلاثه وراها كويس قوي، فكل ده مهم، ده اللي بينجحنا الحمد لله. يعني بفضل الله احنا ما بنخشش نادي، واسال يمكن احمد رجب، ما بنخشش نادي الا ما النادي ده بيطلبنا تاني، يعني النادي ده بيرجع يدور علينا تاني ويجيبنا، لان احنا بنبقى ناجحين وبنشتغل معاهم كويس جدا وبنعمل لهم فرقه الحمد لله، يعني او نتائجنا الحمد لله بتبقى كويسه، فده سر نجاحنا الحمد لله. يعني انا مدربين اللي بشتغل في مكان الانديه بتطلبني تاني الحمد لله. فضل. موفق باذن الله، ونتمنى نشوفك في تجربه مميزه مع جهازك المعاون قريب يا كابتن كشري، وبشكرك جدا، سعداء بمشاركتك معنا في الحوار، شكرا جزيلا كابتن كشري.